لو الحكاية فيها إن فيديو. مواطن محمد السيد حافظ من كفر الشيخ خلال مركز متغمر الأهلية، بنعاني من مشكلة مدرسة عمار بن ياسر على أساس إن المدرسة فيها 12 فصل موجودين هنا والفصول كلها متكدسة، الفصل فيه 84 طالب. في الفصول بيتجاوز من 84 ل 85 طالب ماشي، وبيقعدوا خمسات اطفال، وما فيش مدرسين بتيجي، يعني 75 80 في الفصل، 80 واحد. طب ازاي يتعلموا ازاي في الفصل؟ نكلم المدير هنا بيقول لك لا، لان انا ما عنديش مدرسين. يعني ولا كده اللي من 12 فصل 6 شغالين و6 فاضيين. فاحنا بنشوف بقى، بنعاني من القصه دي، نشوف بقى المدرسين، المحافظه تجيب لنا مدرسين، الوزاره تجيب لنا مدرسين، مش عارف انهي مسؤول بقى اللي يجيب لنا الحاجه دي، نتكلم مين مش عارفين. وجيت اقول للمدرسين تقول لك انا اعمل ايه، ما هو ما فيش ادراج، ما هو ما فيش مكان، ما هو ما فيش نعمل ايه، ما فيش يعني رقابه في المدرسه خالص. الفصل ما فيهوش اهتمام، ما فيهوش مدرسين اصلا، ما فيش مدرسين. الفصل الدكه عليها 4 انفار 5، ما فيش تعليم اصلا. بيوجد في زباله حضرتك هنا بجوار المدرسه بتعدي الاطفال، ما بيتعلموش، بتجيب لهم امراض وعدوى. كلهم الزباله ديت عامله لنا مشاكل هنا وعامله لنا مشاكل في المدرسه. كل ما نقول المحضر هنا عشان المكان ده يتنظف، ما فيش نظافه، ما فيش حد بيهتم ويقعد محضر بجد. الناس ما تحطش زباله هنا. المحول ده ولع السنه اللي فاتت هنا وعمل مشكله للعيال، بقت نازلين يجوا على البيوت، بقوا عيال عاوزين دكاتره نفسيين يعالجوهم. Vida.